أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في تفسير سورة انا انزلناه في ليلة القدر الحديث الرابع من باب في شأن انا انزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الكافي الشريف مروي عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله عز وجل. أنزل الله القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا أدري. قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقال لرسول الله وهل تدري لما هي خير من ألف شهر قال لا قال لأنها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وإذا أذن الله عز وجل بشيء فقد رضيه سلام هي حتى مطلع الفجر يقول تسلم عليك يا محمد ملائكتي وروحي بسلامي من أول ما يهبطون إلى مطلع الفجر لتوضيح هذا الحديث الشريف الذي يفسر سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر لا بد من ذكر بعض الأمور الأمر الأول إن للأيام والليالي خصوصيات فبعضها أيام سعد وبعضها أيام نحس الله عز وجل في القرآن الكريم يقول في أيام في أيام نحسات أو في آية أخرى يقول في يوم نحس مستمر اليوم الذي نزل العذاب على بعض الكفار الذين خالفوا الأنبياء كعاد وثمود، وهناك روايات كثيرة تدل على أن بعض الأيام سعد، وبعضها نحس. وتوضيح ذلك ان الله عز وجل خلق الزمان والزمان شيء مخلوق صحيح هو من الاعراض وهو نتاج الحركه يعني الارض تتحرك المنظومه الشمسيه تتحرك المجرات تتحرك ونتيجه هذه الحركه يتولد الزمان فالزمان هو من الاعراض لكن الاعراض لها وجود ايضا لكن الوجود القائم بالغير احيانا الشيء يكون قائما بنفسه هذا يسمى الجوهر كالاجسام الاجسام قائمه بغيرها قائمة بنفسها، لا تحتاج إلى محل تقوم فيه. أما الأعراض، هي ما تقوم في الأجسام، تحتاج لها إلى محل وموضوع. مثلاً: الطول والعرض، لا يمكن أن يكون هناك شيء يسمى طولاً من غير أن يكون في جسم. وهكذا سائر الأعراض. ومنه الزمان العرض له حقيقه يعني موجود لكن موجود بغيره لذا الزمان قد يتصف باوصاف هذه الاوصاف تجعل من ذلك الزمان زمان سعد وقد يتصف باوصاف تجعل ذلك الزمان زمان نحس طبعا نحن لا طريق لنا لمعرفة سعد الأيام من نحسها وإنما هذا أمر يحتاج إلى معرفته إلى الوحي بمعنى أنه يبين في القرآن أو في الروايات لماذا؟ لأنه مقياس النحوس والسعودة لا توجد لدينا زين قد يكون الزمان سعدا او نحسا بذاته يعني الله سبحانه وتعالى يجعله كذلك وقد يكون باعتبار حدث وقع فيه ذلك الحدث الذي وقع فيه يسبب ان يكون ذلك اليوم او تلك الليله فيها السعد او النحس يعني مثلا في عذاب قوم هود او قوم صالح نحوس تلك الايام كانت بأثر ونتيجة العذاب الذي وقع فيها في ايام النحسات لان هذه الايام سبعه ليالي وثمانيه ايام الله سبحانه وتعالى انزله عليهم العذاب فباعتبار نزول العذاب في تلك الايام صارت ايام نحسه او باعتبار حدث مهم بطاعه الله سبحانه وتعالى او ما يحبه الله سبحانه وتعالى يصبح ذلك اليوم يوم سعد مثلا شهر رمضان شهر رمضان هو شهر الله سبحانه وتعالى الله فضل هذا الشهر ولذلك فضائل شهر رمضان كثيره جدا ايام شهر رمضان ايام مباركه ليله القدر ليله سعد الله سبحانه وتعالى بارك في هذه الليله لماذا لانه انزل فيها القران، وينزل الملائكة على رسوله محمد صلى الله عليه واله، وينزل التقديرات، فلذا قال: انا انزلناه في ليلة مباركة، الليلة مباركة، لماذا هذه الليلة صارت مباركة؟ لان الله سبحانه وتعالى انزل فيها القران، ولانه ينزل الملائكه بالتقديرات على رسوله ومن بعده على الاوصياء كما ان الله سبحانه وتعالى يبارك المكان سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فحول المسجد الاقصى هذا المكان مبارك يوم عاشوراء يوم نحس لماذا صار يوم نحس باعتبار انه قتل فيه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام وهذه السعوده والنحوسه هذا امر واقعي يؤثر على عمل الانسان ولذلك على الانسان ان يراعي في هذه الايام بالنسبه الى اعماله طبعا ذكرنا أن هذا الأمر لا طريقة لمعرفته إلا الوحي، مو واحد فوال أو واحد كاهن أو واحد منجم يجي يقول هذا يوم سعد أو هذا يوم نحس بالخيالات الفاسدة كلا هذا الإنسان لازم يأخذ من القرآن ومن الروايات فقط وحصرا هذا الموضوع الأول. عندما الله سبحانه وتعالى بالنسبة للموضوع الثاني يبارك في شيء شنو هي البركة؟ البركة من مادة البروك، البروك بمعنى الثبوت يقال بركة الإبل لأن الإبل بعد طول عناء وتعب حينما تجلس تبرك لا تقوم تثبت على تلك الحاله. البركه بمعنى الخير الثابت، قد يكون الخير غير ثابت، واحد يرزق بطفل في اليوم الثاني هذا الطفل يموت، هذا خير لكن خير ليس بثابت. فلا بركة في ذلك. أو واحد يرزق أموال طائلة، مليارات، لكن خلال يوم هذه الأموال تزول، تتلف، فيقال: لم تكن هناك بركة في أمواله. واحد يرزق عمر طويل، لكن هذا العمر الطويل حاصله لا يكون شيئًا يعتد به. يقال أن عمره لم يكن مباركا وفي المقابل نشوف واحد له مال قليل لكن هذا المال القليل مستمر عند محل صغير عن طريق هذا المحل الصغير يسترزق سنوات طويلة أقول أن هذا المحل مبارك له لأن فيه خير ولو مقدار قليل لكن هذا الخير ثابت أو واحد تشوف مثلا من العلماء مثل العلامة المجلسي لم يعمر سوى خمسة وسبعين عاما أو سيد عبد الله شبر رحمة الله عليهما لم يعمر إلا نيف وخمسين عاما لكن هذه المدة ألف عشرات بل مئات الكتب النافعة تقول عمره كان مباركا زين بعد اتضاح ذلك، نأتي إلى هذا الحديث الشريف. "إنا أنزلناه في ليلة القدر". المعنى واضح، يعني أنزلنا القرآن الكريم، لذلك الإمام زين العابدين يقول صدق الله عز وجل، أنزل الله القرآن في ليلة القدر، وكما ذكرنا فيما مضى، أنه حسب الروايات، بعثة رسول الله -صلى الله عليه واله للرسالة كانت في سنة -في السنة الثالثة عشر قبل الهجرة في غار حراء في السابع والعشرين من شهر رجب، في تلك السنة في السابع والعشرين من شهر رجب الله سبحانه وتعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه واله ليبلغه، ونزلت على رسول الله صلى الله عليه واله سوره العلق، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، وبعد ذلك خلال 23 عاما نزل القران نجوما المصلحة اقتضت أن ينزل القرآن تدريجيا من المصالح تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وآله ومصالح أخرى ذكرت في سورة الفرقان وغيرها. لكن في نفس السنة في ليلة القدر في شهر رمضان القرآن كله نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. لكن أمر الرسول أن لا يستعجل في قراءته كما في سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فلذا إنا أنزلناه يعني كل القرآن في ليلة القدر لكن الرسول مأمور أن ينتظر حينما جبرائيل ينزل مرة أخرى يقول هذه الآيات أنزلها الله عليك بمقدار ما يبلغه جبرائيل الرسول صلى الله عليه واله يتلوها. بعد ذلك يقول: وما أدراك ما ليلة القدر. هنا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا أدري. أيضا نذكر أن رسول الله صلى الله عليه واله علمه ليس من ذاته وانما علمه بتعليم من الله سبحانه وتعالى ولذلك الرسول يعلم ما علمه الله علم الله سبحانه وتعالى عين ذاته المعلومات الذي التي يعلمها الله سبحانه وتعالى قد يشاء ان يعلمها بعضا من عباده ولا يحيطون بشيء من علمه يعني من معلوماته إلا بما شاء زين الأحاديث ذلت على أن الله سبحانه وتعالى علم رسوله جميع التشريع علم رسوله القرآن ظاهره وباطنه وتأويله وكل ما يتعلق بالقرآن علم رسوله الأخبار والأحداث مما كان وما يكون وما هو كائن، وعلم رسوله أمورا أخرى، ولا زال يعلمه، لأن علم الله سبحانه وتعالى لا حد له، والمخلوقات ومنهم الأنبياء بالنتيجة مخلوقات، المخلوق محدود، فلذلك يمكن افاضه العلم عليه باستمرار، وقل رب زدني علما، ولذلك نقول ان رسول الله صلى الله عليه واله علمه بتعليم من الله، في خطبه في نهج البلاغه، امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يخبر عن بعض الامور المستقبليه، فواحد يسال الامام انت تعلم الغيب؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يقول هذا ليس من علم الغيب وإنما هو تعلم من ذي علم. تعلم من ذي علم، عندما الآية تقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب. بذاتهم وانما الله سبحانه وتعالى قد يعلمهم بعضا من ما يعلم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول كما في سوره الجن فاذا الله سبحانه وتعالى شاء يعلم رسوله من جملة الأمور التي علمها الله رسوله مسألة أنه ما هي ليلة القدر؟ الرسول بذاته لا يعلم ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى علمه، وإذا واحد يقول مخلوق بذاته يعلم، هذا من الشرك. ماكو مخلوق بذاته يعلم. الذي بذاته يعلم الله سبحانه وتعالى، المخلوق بالتعلم نعم واحد مثلنا التعلم يكون عبر الطرق الطبيعيه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده ترى تسمع تفكر يزداد علمك هذا الطريق الطبيعي اللي يصير عليه البشر لكن بالنسبه الى الانبياء والاوصياء الله سبحانه وتعالى جعل طريقا اخر هذا الطريق بعد خاص بهم. وهو العلم اللدني. ماكو واحد من غير المعصومين عنده علم لدني. العلم اللدني بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يعلمه. اما مباشرة بالوحي، او عبر ملك يرسله الله سبحانه وتعالى فيوحي اليه، او يحدثه. فهنا اذا الرسول يسأله الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر طبعا بالذات الرسول لا يعلم بذلك إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد علمه لذا الله يعلمه قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر إذا ألف شهر تجمعها يعني أكثر من ثمانين سنة هذه ألف شهر تجمعها بدون أن يكون فيها ليلة القدر. هذه النيف والثمانين سنة ليلة القدر خير منها، ليلة واحدة، لكن أفضل منها، لأن المهم ليست الكمية، المهم الكيفية. أنت تجيب لك الآن طن من التراب، زين، وتجيب لك كيلو من الذهب. كيلو من الذهب قد لا يكون بحجم كف اليد الواحده لكن قيمته اكثر من طن من التراب ليش؟ لانه القيمه ليست بالكميه القيمه بالكيفيه الليله الواحده التي هي ليله القدر الله سبحانه وتعالى جعل فيها الفضيله مما لم يجعل تلك الفضيله في الف شهر ليس فيها ليله القدر، وطبعا في الاحاديث هذه المده الف شهر مده ملك بني اميه، وهذا الحديث رواه الخاصه والعامه من روايات الشيعه في كتاب الوافي وكتاب الفقيه من لا يحضره الفقيح مذكور أنه خير من ألف شهر يحكمها بنو أمية وأما غير الشيعة ففي كتاب الترمي الترمذي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فأنزل الله عليه إنا أعطيناك الكوثر والكوثر نهر في الجنة يعني هذا من مصاديق الكوثر الكوثر له مصاديق كثيرة من جملتها النهر في الجنة الذي يشير إليه هذا الحديث وتتمت رواية الترمذي ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية يا محمد في هذه الفترة لأنها شر فتره مرت على الأمه الاسلاميه، الله سبحانه وتعالى في هذه السنوات، سنوات حكم بني أمية، رفع ليلة القدر، ما كانت ليلة القدر موجوده في هذه المده لشؤم ملك بني أمية. لأن في هذه الفترة أضاعوا سنة الرسول صلى الله عليه وآله ووضعوا الأحاديث الكثيرة المكذوبة وقتلوا أولياء الله سبحانه وتعالى وقتلوا الأئمة وأرجعوا الأمة الإسلامية إلى الوراء ولازلنا نعاني لحد اليوم من فعلة بني أمية. ولولا بنو اميه الان العالم كان تحت رايه لا اله الا الله ومحمد رسول الله. احد الغربيون، احد الغربيين يقول: ينبغي لنا ان نصنع تمثالا من ذهب لمعاوية. لماذا؟ لان معاوية سبب ان تصير حرب داخليه بين المسلمين، هذه الطاقة الجبارة التي أطلقها رسول الله صلى الله عليه واله، هذه الطاقة فتحت العالم، ولولا أنه انشغلت بأنفسها لفتحت أوروبا كلها، ولفتحت العالم كله، لكن صارت فتنة داخلية، وهذه الفتنة الداخلية، هذه القوة الجبارة انشغل بعضها بالبعض. زين سبب لهذه الفتنة معاوية هو الذي منع بعمله فتح أوروبا بيد المسلمين ولذلك هذا الغربي يقول يجب أن نصنع تمثالا من ذهب على كل حال فهذه الفترة فترة ملك بني أمية أسوأ الفترات التي مرت على أو من أسوأ الفترات التي مرت على الأمة الإسلامية الله سبحانه وتعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر الإمام زين العابدين يقول ليلة ليس فيها ليلة القدر زين لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وهل تدري لما هي خير من ألف شهر لماذا قال لا لأنه علم الرسول من الله قال: لأنها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الحدث المهم الذي يحدث في هذه الليلة أن الملائكة تنزل هو الذي سبب أن تكون لهذه الليلة منزلة رفيعة هي أفضل صارت أفضل من ألف شهر، خير من ألف شهر. إيش قد أفضل منه؟ لا ندري. لكن الآية تقول: خير من ألف شهر. زين. بإذن ربهم، شنو هو بإذن ربهم؟ الإذن قد يكون إذنا تشريعيا، وقد يكون إذنا تكوينيا. الإذن التشريعي أن الله سبحانه وتعالى حينما ينزل الملائكه على الرسول وعلى الامام من بعد الرسول يشرع ما فيه مصلحه الناس يقدر ما فيه مصلحه الناس تشريعا فهذا الخير التشريعي واذن الله سبحانه وتعالى التشريعي وايضا يقدر تكوينا ما فيه الخير لأن الله خير ويقدر الخير لكن المشكلة أن الناس بالسوء أعمالهم يصيرون سببا لتبديل النعمة إلى نقمة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار القرآن شفاء القرآن رحمة لكن هذا الإنسان بسوء عمله بسوء معتقده يسبب أن القرآن يلعنه الحديث الشريف رب تال للقرآن والقرآن يلعنه هو له القرآن لكن القرآن يلعنه لماذا؟ لا لسوء عقيدته ولسوء عمله فالإذن التكويني من الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر هو تقدير ما هو خير وصلاح للناس لكن بسوء اعمالهم يحولون ذلك الى نقمه يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقدر مالا لزيد من الناس هذا خير من الله سبحانه وتعالى زين اذا زيد من الناس هذا المال حوله الى حرام اشترى به المحرمات شرب به الخمر قتل به الناس رابى به زين صرف في الفسوق والفجور هنا المشكلة فيه الله سبحانه وتعالى رزقه خيرا لكن هو حول هذا الخير إلى شر بإذن ربهم من كل أمر وإذا أذن الله عز, عز وجل بشيء فقد رضيه الله سبحانه وتعالى يأذن بشيء، إذا كان إذنا تشريعيا فهو راض به. الله سبحانه وتعالى يحلل ويحرم ويبين الأحكام، وهو راض بتلك الأحكام، لأنه أذن بها. وإذا أذن الله عز وجل بشيء، يعني إذنا تشريعيا فقد رضيه. ثم بعد ذلك يقول: سلام هي حتى مطلع الفاجر. شنو هذا السلام؟ له مصادق ليلة القدر ليلة السلام إلى مصادق أحد المصادق مبين في هذا الحديث أن الملائكة في حياة الرسول ينزلون على الرسول ويسلمون عليه وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ينزلون على الإمام ولكن يعرجون على رسول الله إلى قبره ويسلمون عليه لأن الرسول يسلم عليه حيّا وميتا ويرد السلام حيّا وميتا يقول تسلم عليك يا محمد ملائكتي وروحي وهو خلق اعظم من الملائكه بسلامي من اول ما يحبطون الى مطلع الفجر وللحديث تتمه حول المصائب التي ابتلي بها المسلمون إن شاء الله نذكره في حلقة قادمة، هذا وآخر دعوانا، أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.